قوى ما تسمى الولائية وما تسمى الميليشيات دا تحضر شيء إلى يوم 25 تحاول تسيء إلى التظاهر، وهي أول مرة نتكلم به. كيف سيكون ذلك؟ هو أكيد من خلال التصعيد، لأن هم ما يريدون أيضا مصطفى الكاظمي يحاولون يخرجوه بأي شكل أو آخر. هم حيسوون نوع من التنشن والشد في قرب جسر الجادرية. المتظاهرين حقيقة في نيتهم أنه يكون هنالك تصعيد، يعني الهدف هي مختلفة، يعني الهدف هي مختلفة. هنا يريد استغله سياسيا، بينما هنا يريد استغله من أجل الضغط على السلطة من أجل إصلاح الوضع الموجود. كذلك في نفس الوقت هنالك قوة بالمطعم التركي حتكون متواجدة أيضا ميليشياوية تحاول أنه تحمل كاظم اللي هي تيار الصدر. احنا حقيقة هنا يعني المتظاهرين حيكونون تحت نصب التحرير، ما اعتقد حيكون التصعيد بالشكل المطلوب، ربما التصعيد داخل الساحة لكن بدون الاقتراب على الجسر.